في سيناريوهات واضحة أمام ما سيجري أمامك دكتور محمد؟ نعم، شوف فيه ثلاث سيناريو، إما اجتياح أوكرانيا ونستبعده، إما اجتياح الشرق من سومي خاركوف وصولا إلى أوديسا وأخذ ماء ميناء أوديسا، أو فيه لماء حفظ ماء الوجه هو أخذ ما تبقى من مدينة أو من إقليم لوغانسك ودنيس حفظا لماء الوجه أمام الشعب الروسي وأمام العالم، لأنه حتى التحريض الأمريكي قوي جدا يعني، وبالتالي بوتين لا يمكن يسحب كل هذه القوات، لأنه سيقال أنه فعلا رادعناه وتنازل، وبالتالي سنضغط أكثر، وهو يفهم هذه الحركة طبعا يعني. اشتباكات شرق أوكرانيا بداية حرب، خلق الذريعة هي التي تكون بداية حرب. روسيا لا يهمها أنه قصف الأوكرانيا، من يقصف ستخلق أنه في إبادة جماعية، سنشهد ممكن حتى صور قصف وقتل وسقوط، وأن هؤلاء يقتلوننا، وجيبوا الجيش الروسي وتعالوا ونعم.